في ناس شله يا مرسي يا ابو العباس من ما تمشي تصادف ناس شله يا مرسي يا ابو العباس ناس من الصعيدة وناس بحر والقلب مفتوح على البحر ناس من الصعيدة وناس بحر والقلب مفتوح على البحر دايب في سحر بنات بحري والحب تحت الشموسك الله عليك يا اسكندرية للبحر رايحة من البحر جاية الله عليك يا اسكندرية للبحر رايحة من البحر جاية لما الصبايا عالصهبجية لما الصبايا عالصهبجية جماعة فرعون على بوس البحر وسط البحر وسط في الصيادين وسمك موسف وسمك موسف في اسكندرية ابو اسكندر بتاع الضواحي والبندر في اسكندرية ابو اسكندر بتاع الضواحي والبندر فيها الحواري بالمساكين وفيها جنة راس التين فيها الحواري بالمساكين وفيها جنة راس التين وفيها فوق الشط سغابة وفيها عد الرمل تياب الابتسامة الكذابة أنيبها في الناس أنيبها في الناس مغروب اسكندرية البحر وسط بالصيادين وسمك موسف وسمك موسف وفيها ريا وقلاضشة موال جرحها وخربشها وفيها ريا وقلاضشة موال جرحها وخربشها وفيها السيد دوشها لونها بالصوت والمنظر الصبح جنية مية والظهر سمكة برطية والعصر نعمة ولعبية والليل عريسك الليل عريسك يا عروس حسب الله. خد يا اخويا معاك ثانية وعدي على العربي خده في ايدك وانت ماشي من القهوة. حاضر تعال. انت مالك نزل عليك سهم الله كده ليه؟ بلاش ثانية يا ريا، المرة دي غالية عليا قوي بنحبها. وكانت اغلى من مين يا اختي؟ ما كلهم كان معاهم عيش وملح. قال لها دي الصيغة اللي مرصصاها في دراعاتها دي تعبنا وشقنا وبيرجع لنا. طب سيبيني دلوقتي. هنروحوا خمارة كرياكو ناخد لي كاسين عشان نفهموا العبارة دي. رجلي على رجلك يا حبيبتي، يعني مش هنسيبك. يلا. هو انا اللي بنروح نجيبهم ولاد الكلب ولا هما اللي بيتحدفوا علينا زي الدبان؟ والثقة دي حقنا. انا في الاول ما كنتش بنفتحوا حنك، بس كل شيء هو الاخر. بلاش اللي احنا مخاويينهم يا ريا. مش بعدها معاك يا بيك، ما بكفاياك بقى يا فيلة ابو زيد ورانا اللي هم. اما نبقوا نعدلوا مزاجي وناخدوا لي كاسين نبقوا نشوفوا ايه اللي وراهم. الولايه اللي قاعده هناك دي هما الرجاله لسه ما خلصوش عليها. يخرب بيتك تحسك تودينا في داهيه يا بنت. عيب عليكي اختشي، صاحبتك وعايزه تقعد معاكي شويه. ايوه عشان تزودوا حسرتي عليه، عشان تاخدي وتدي معاها في الكلام على ما يجي عبد الرازق وعبد العال. خلاص روحي هاتيها هنا اهو، خليها تاخد معايا كاسين عبال ما الرجاله ييجوا. خلاص يا بنت في نفوخك ولا ايه؟ كاسين ايه اللي هتاخدهم؟ مش ناقص كمان الا تقولي لي قوم بعد كده عليها الرجاله ويطبقوا عليها هنا. الله يخرب بيتك، قوم يا بنت يلا خلينا نروح. يا جامد انت يا جامد. ايوه 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 ايوه
انت رحتي فين يا سكين؟ وانا اللي جاي عشان نقعد وياكي. ده كانت بتشتري لك الازازه دي خصوصي عشان دي اقل ما فيها يا اختي. طب تعالي تعالي اقعدي جنبي هنا. تعالي يا سكين اقعدي في ريحه. ما تقومي نشموا شويه هوا. ايه انا عندي كلام سر عاوزه اقوله لك. سكرتي ولا ايه يا بنت؟ منوره يا سنيه. صب لها يا حسب الله. صب لها. انا عايزاكي في كلمتين سر. فوتي فوتي في ايه؟ بتزقيني كده ليه؟ هو دي حمله اللي بتنيلي ده يا بنت؟ ايه اللي بتنيلي ده؟ فول الله يخرب بيتك. انت عارفه بوظنا الليله. قلبي مش بتوعني يا ريا، دي سحباتي. خلاص يا اختي خلاص، احنا يا قتل يا مقتول، ما بقاش على المزاج والكيف. نعيده من تاني ولا ايه؟ ده الكونياك المفتخر الخصوصي. اشربي اشربي، احنا عايزينك تنبسطي اخر انبساط. ايوه انتوا مش راضيين تقعدوا معانا ليه؟ ده القعده ما هنا حلوه موت. عندك حق يا اختي، حلوه موت. خدي خدي كاس ثاني، خدي كاس ثاني. ايه يا معلمه سكينه، انت جايبه كونياك المفتخر ده منين؟ ايوه هو في حد يعرف يشرب زي المعلمه سكينه؟ اشربي 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 يلا. اشرب شيء. اوه 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 يا سكينة مالك زي ما تكون شفت عفريت؟ لا امال الجماعه فين؟ ايه يا معلم؟ لا يا مراتك مالها؟ هو ايه اللي بيحصل؟ انا عارف، هي العباره دي مش زي اللي قبلها برضه.